فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟ هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟ نعم، يجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن ينفق على والديه إذا احتاج إلى النفقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.